تصدعات وخلافات واضحة تشهدها حكومة السراج منذ تعليق عمل وزير الداخلية فتحي باشاغا. تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أكد أن السراج يعيش أزمة معقدة تزامنا مع التطورات الأخيرة التي مرت بمدن المنطقة الغربية وإقصاء باشاغا من المشهد ومن ثم إعادته إلى منصبه لاحقا. التقرير قال إن ما حصل لباشاغا شكل خلافا حادا داخل الميليشيات المولية للسراج بين مرحب بتعليق عمله ومحتفل بإعادته إلى منصبه. وأكدت فاينانشال أن إعادة باشاغا إلى منصبه بسرعة جاء تحت ضغط من الأمم المتحدة وتركيا والقوى الأجنبية الأخرى خوفا من تمرد الميليشيات المولية له في مصراته. وأضافت أنه رغم تجاوز فايز السراج وباشاغا للخلافات فيما بينهما إلا أن التصدعات ظهرت إلى العلن وأن الميليشيات المتناحرة أظهرت هشاشة التحالف الذي يدعم حكومة السراج. التقرير أشار إلى أن الميليشيات الموالية لفايز السراج اعتمدت على العنف في تفريق المتظاهرين الغاضبين من فساد الحكومة في مقابل دعمهم من قبل باشاغا، وهو ما أجج الصراع بين الطرفين. وأتوقع التقرير أن تندلع مزيد من الخلافات داخل حكومة السراج وبين الميليشيات المؤيدة لها.